أكبر الله أكبر. إنه الإسلام دين الحق دين الحكم والأمان الله أكبر. دانيال ستريتش عداؤه للإسلام قاده لاعتناقه. بالأمس القريب حمل هذا الرجل راية العداء للإسلام والمسلمين في أوروبا، واستطاع أن يشحن الرأي العام ضد المسلمين كي يساندوا قرار منع بناء المآذن المثير للجدل في سويسرا. واليوم أعلن أنه سيكرس ما بقي من حياته للدفاع عن الإسلام ونشر صورته الصحيحة في ربوع القارة الأوروبية التي ما زالت تتحدث عن حملته الشهيرة لهدم المآذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إنه الإسلام. إنه السياسي السويسري دانيال ستريتش الذي كان وراء قرار منع بناء المآذن في سويسرا، الذي دعا لإغلاق المساجد وأشاع أن الإسلام والإرهاب وجهان لعملة واحدة، ولكنه أعرب اليوم عن ندمه على مواقفه السابقة وأعلن عن اعتناقه للدين الإسلامي الذي لم يكن يعرفه. الله أكبر الله أكبر. إنه الإسلام. الوقوف ضد أسلمة سويسرا هو الشعار الذي رفعه دانيال، الذي كان عضوا في حزب الشعب السويسري المحرك الرئيسي لما سمي بالمبادرة الشعبية لمنع بناء المآذن التي صوت عليها السويسريون يوم 29 نوفمبر الماضي، وأسفرت عن موافقة 57% من السويسريين على منع بناء المآذن مقابل 42% منهم رفضوا هذا القرار الذي أثار ضجة في العالم الإسلامي وبين المنظمات الحقوقية التي ترفض التمييز بين الأديان وتؤيد حرية ممارسة العقائد. وعرف دانيال ستريتش بشراسته في الحملة التي نظمها في مختلف أنحاء سويسرا، والتي تعد الأكبر في تاريخ بلاده، التي زادت من شعبيته بإثارة الكراهية ضد المسلمين، وهي الحملة التي جعلته يحصل على رتبة عالية في الجيش السويسري التي كان يدرس فيه تعاليم الديانة المسيحية. دفعته حملة الكراهية إلى القراءة أكثر عن الدين الإسلامي وتفسير القرآن الكريم، كي يتمكن من الوقوف أمام المسلمين بحجج قوية تثبت أن دينهم هو دين الإرهاب. ولكن جاءت النتيجة عكس ذلك تماما، وفاجأ الجميع بالإعلان عن إسلامه، وأنه يخجل من أفعاله السابقة، وأنه تحول إلى جندي يحارب من أجل الإسلام، كما أعلن عن تنظيم حملة جديدة لنشر الدين الإسلامي في سويسرا والدعوة للعيش في سلام في الوقت الذي بدأت فيه الخطوات القانونية لتنفيذ قرار منع بناء المآذن. وعلى المستوى السياسي أعلن عن استقالته من حزب الشعب اليميني، وأنه بصدد إنشاء حزب جديد يحمل اسم الحزب الديمقراطي المحافظ. وقد أثار نبأ اعتناقه للإسلام ضجة كبيرة في سويسرا، خاصة في حزبه القديم الذي يشن حملة ضده مبنية على أنه أصبح يمثل خطرا على الأمن القومي، وأنه سيجند إرهابيين للقيام بحوادث مماثلة لحادثة فورت هود، وربما ينقل أسرار الجيش العسكري للمسلمين. أما دانيال فلم يكترث بالرد على هذه الاتهامات، وقال الإسلام أجاب عن أسئلة كثيرة كانت تدور في ذهنه لم يجد لها إجابة من قبل، وأضاف أنه يذهب بانتظام للمسجد ويقرأ القرآن ويصلي الخمس صلوات في أوقاتها، ويكرس جهوده الآن لبناء خامس مسجد في سويسرا ليصبح أجمل مساجد أوروبا. وقد أثبت دانيال ستريتش وقبله الكثير من الأوروبيين الذين دفعتهم كراهية المسلمين للقراءة عن الإسلام ثم اعتناقه أن القوانين التي تسنها بعض الحكومات بدافع الإسلاموفوبيا التي تسيطر على الغرب يمكن أن تلغي بناء المآذن والمساجد، ولكنها لا تستطيع أن تغلق القلوب والعقول أمام هداية الخالق. الله أكبر الله أكبر. إنه الإسلام دين الحق. دانيال ستريتش عداؤه للإسلام.